يقول قول بعض أهل العلم في هذه المسألة يمنع من الحكم عليها بالبدعة، فلا يقال إن التوسل بالذوات بدعة لأنه أشكل علينا ذلك. إيش يقول؟ هل قول بعض أهل العلم في هذه المسألة يمنع من الحكم عليها بأنها بدعة؟ لا بدعة. اللي يمنع من الحكم عليها بأنها بدعة هو المبتدع، إلا بدعة ولا تجوز، ولا يجوز المخالف للكتاب والسنة من الأدعية، ما يجوز، بدعة. ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تتردد في أن ما خالف الدليل أنه بدعة. نعم. والتوسل بالأشخاص بدعة خالف للدليل. نعم.